ما شاء الله، دي كلها جايه من ناحيه اكيد. حكم الايجار الدائم، والله المساله يا اخواني دي من مخلفات حكم جمال عبد الناصر. يعني الايجار الدائم ده من مخلفات حكم جمال عبد الناصر. ايام زمان، وانا اذكر الكلام ده وانا صغير، كان الناس ما يعرفوش حاجه اسمها ايجار دائم. الناس كلها بتفتح البيوت بتاعتها والناس تسكن، وكان الراجل اللي يجي ساكن عنده يسكن عنده يبخر البيت ويقعد ياكله لمده شهر، محش وفطير مشلتت وفول منبت وابابير وبتاعه مش عارف ايه، فرحا بان هناك ساكن ايه؟ جه سكن. ولو الاوضه او الشقه فضلت شهرين ما اتسكنتش يبدا يبخرها ويرش فيها ملح في الجوانب، واخد بالك ازاي؟ وباعتقاداتهم الفاسده يجيب عروسه ويشكشك عينيها بالايه؟ بالابره وبتاع علشان الحساد يطردوا من مش عارف ايه. وكان الناس تقعد سنه سنتين ثلاثه وتسيب السكن وتشوف غيره وبتاع وما الى ذلك. كانت الحياه بسيطه، وكان ممكن ان الراجل يلم عفشه كله في خمس دقائق. ايه العفش يعني؟ عباره عن مطبخ. المطبخ ده كان بسيط جدا، هو الطبليه واخد بالك ازاي؟ وهناك سبتين ثلاثه. السبت ده بيقوم بوظيفه الايه؟ مكان الصحون والمعالق تعرف الاسبتة، واخد بالك ازاي؟ وكان مثلا صحار ولا بتاع. في عز الشتاء ما كانش بقى فيه هناك لا موكيت ولا سجاد ولا اي حاجه. فكان اللي يبقى في بيته قياس حصير يبقى حاجه ما شاء الله، حاجه ما شاء الله. وكان بعض الناس بيعملوا مراتب من القش، واحيان بعض الناس ما فيش مراتب، هو قش ويناموا في قلب القش، خد بالك ازاي؟ زي القطط اليومين دول. فكانت المسائل سهله بسيطه، يعني الواحد لو راح شقه وقعد فيها سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه وعزل، العزال ايه؟ سهل، يجيب عربيه كر وبخمار ويلم العزال كله ودنته ماشي وخلاص. كانت الحياه سهله وبسيطه، والناس فاتحه بيوتها ودي يقعد سنه سنتين شهر شهرين وده يطلع ده يخش. كانت المسائل واسعه ومفتوحه وبسيطه، وكان هناك تكافل اجتماعي على اعلى مستوى، على اعلى مستوى. انا اذكر ان الشارع بتاعنا كان فيه واحده اسمها الحاجه سكينه عليها رحمه الله. الحاجه سكينه ديت كانت تعمل البرطمانات المخلل، برطمان زيتون، برطمان بصل، برطمان لفت، برطمان ارنبيط، برطمان مش عارف ايه، والشارع كله يروح ياخد من عندها مخلل مجانا. مش زي دلوقتي، مجانا. مجانا. الناس الفلاحين اللي بيجيبوا بقى ملوخيه وبتاع ما الى ذلك، يا كل الشارع ياكل ملوخيه والسريس وكرات مصري والبتاع كله ايه؟ مجانا بقى. ما فيش حاجه اسمها لبن بيتباع، عيبه جدا لبن ويتباع. ازاي ربنا بعت لنا اللبن ده نبيعه ليه بقى؟ ده رزق ربنا. يتوزع على الجيران اللبن والقشطه والبيض والبتاع ومش عارف ايه. سبحان الله. الكلام ده موجود ولا كانش موجود يا عم الحاج؟ بس الاجيال ديت بيبصوا كده يعني مذهولين، يعني كان مذهولين. فهذه الاشياء كانت موجوده حقيقه وشفناها وعشناها وشفنا الحياه ببساطتها وسبحان ربي العظيم. فلما قامت بقى، والكلام ده كان حتى بعد الثوره المباركه، يعني الكلام ده كان لغايه السبعينات كانت موجود، لغايه لما الناس عدت الخارج. اول ما الناس عدت الخارج وجابت فلوس من الخارج وجم، بدات الاحوال تتغير. اول ما الفلوس، الناس مسكوا فلوس في ايديهم وبدأوا ان هم يهدوا البيوت ويبنوا بقى بيوت، وبدأت الاسعار تشد، بدأت الناس تتجه الى الدنيا. قبل ذلك كانت الناس في قمة البساطة، في قمة البساطة. كنت تجيب حتة قماش تعملها مريالة وتحت المريالة بنطلون وتعمل الكيس، مش حاسمة شنط. الشنط ديت اللي كان يشتال شنطة خشب، واخد بالك، كان البيه الأستاذ يشتال شنطة خشب، واخد بالك ازاي؟
سبحان الله، يعني أمور عجيبة جدا. تجد دلوقتي الوالد رايح المدرسة بشنطة في ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حد دلوقتي يرضى يروح مدرسة بكيس كيس قماش؟ لا يمكن. وكانت المريالة وبتاعت العيال الصبيان برضك زررها من ورا، واخد بالك ازاي؟ زي البنات بالضبط، زررها من ورا. بنات صبيان مش هتفرق الزرار جنب اليمين ولا جنب الشمال، ما تفرقش. مش زي دلوقتي بقى الرجال لابد يكون الزراير في الجنب اهو، في الجنب اليمين، بينما النساء لابد في جنب الايه؟ الشمال. ودي معلومه ما علمته الا متاخرا، ما علمته الا متاخرا. فمن ضمن الاشياء ما كانش حاجه اسمها ايجار دائم، لان الناس بينهم حب، ما فيش بينهم مثلا كز على الدنيا واستمساك عليه، بيقعد سنه سنتين ثلاثه وبعدين ربنا فتح عليه سكن ثاني يروح. لما حصل بقى الناس تكالبت على المال واتفتحت عليهم الدنيا واصبح في هناك طبقيه، ناس معها فلوس بنت عمارات وابراج، وناس مش لاقيه الدقه تاكلها بل بتنقي العيش من الزباله زي القطط، وتزاحم القطط على الزباله، القطه تخربشهم وهم يضربوا القطه عشان ياكلوا من الزباله. لما حصل المساله دي اصبح اللي يمسك حاجه قاعد في شقه او قاعد في اوضه او ما الى ذلك ماسك عليها بايديه واسنانه. ظهرت الايجارات الدائمه. في شرع ربنا في حاجه اسمها ايجارات دائمه، في حاجه اسمها ايجارات دائمه، في هناك العقبه وفي هناك ايجار طول العمر، ده اقصى حاجه ايجار طول العمر يمكن ديت، يعني يبقى في هناك ايجار طول العمر. طيب بعد ما تموت ايه اللي يحصل؟ ينتقل هذا العين لاصحاب العين. افترض ان مت بعد يوم ينتقل العين لاصحاب العين، مت بعد 50 سنة ينتقل العين لاصحاب العين، لكن يبقى في هناك ايجار دائم، ويبقى من جمله الميراث، ويبقى الاولاد يتوارثون فيما بينهم. لهذا لا يجوز شرعا. لكن احنا دلوقتي امام مشكله اجتماعيه. ايه المشكله الاجتماعيه ديت؟ انا دلوقتي معايا ايجار دائم، ومنذ 30 سنة كانت الشقة ديت ايجارها 9 جنيه، والتسعة جنيه ديت كانت هي نص المرتب، نص المرتب، وكان غالية جدا، كانت الايجار ب3 جنيه وب4 جنيه. لكن شقة تحت كده مثلا على ناصية وقدامها مش عارف ايه، وشقة مثلا 150 متر ولا 250 متر ب9 جنيه. طب انا دلوقتي لو سبت الشقة ديت وانا راجل موظف باخد 800 جنيه في الشهر، بعد 30 سنة وظيفة باخد 800 جنيه في الشهر، وسبت الشقة ديت، لو انا جبت شقة نصها هجيبها بكام؟ 600 جنيه. فأحمد ماهر هنا شقة أيام زمان كانوا يربوا فيها الخرفان ب 500 و600 جنيه. إيه الكلام ده؟ 500 و600 جنيه، إذا هل يمكن أنا أعيش ب 200 جنيه في الشهر؟ طب أدفع فاتورة مية بإيه؟ وكهرباء بإيه؟ وتليفون إيه؟ والأكل والشرب واللبس والدقارات، ده دكتور، لا مش عارف إيه، كام ده كله؟ ده كله هل يمكن؟ لا يمكن. إذا نحن لا نريد ان احنا نقول ان حكم الشرع لا يجوز ونسيبهم بقى يخبطوهم في الحيط. ما ينفعش. ما ينفعش. هل يجوز لبس الحرير؟ حرام على الرجال. لكن يمكن لبس الحرير في بعض الاحيان. هل يجوز الايجار الدائم؟ انا اقول لا يجوز الايجار الدائم، لكن في بعض الاحوال قلبي يستريح الى الجواز. زي حالة الرجل الموظف اللي بحكي عنه الآن. لكن ما ينفعش واحد ربنا فتح عليه بيت ملك وبنى واتبسط ولسه عنده شقة إيه؟ إيجار دائم. وهنا بقى يبدأ يساوم. أنا أعرف واحد عنده شقة أوضتين وصال، أوضتين وصال، والشقة ديت على شارع مهم. في هناك راجل اشترى البيت، بيت قديم متهالك، اشترى البيت بحوالي مثلا 1.5 مليون. عاوز يطلع مين؟ الساكن ده هو، ما هو مش هيعرف يهد البيت
هو مش عاوز يشتري البيت كبيت، هو عاوز يشتري عشان الايه؟ الارضيه، واخده نص وشارع واسع وبتاعه ما الى ذلك. والست عجوز، يا ستي تخرجي، الست دي كل ولادها متجوزين وعندهم عمارات وابراج ومبسوطين، وهي مش عاوزه البيت، قافله الشقه دي. تقول له انا عاوزه 300,000 جنيه عشان تخرج. 300,000 جنيه. قال لها ليه يعني؟ لا يمكن ابدا. عاوزه 300,000 جنيه في شقه وهي قافلاها وقاعده عند عيالها وعندهم بيوت، اذا في الحاله ديت يجوز الساكن الدائم ده؟ لا، يحرم عليها هذا الامر، ويجب عليها ان تسلم هذا الى مين؟ الى اصحاب العين، لان ليست في حاجه. اذا يمكن نقول اذا كان المسلم في حاجه الى هذا السكن يقعد فيه. اما اذا كان ليس في حاجه لا يجوز انه يقعد فيه. زي بالضبط زي مثلا مساكن الجامع. مساكن الجامع معظم اساتذه الجامع في مساكن الجامع ما شاء الله ربنا فتح عليهم، بنوا ابراج وعمارات وبعضهم اصبحوا من اصحاب الابراج. ولسه قاعد فين؟ في السكن الاداري اللي الجامع مديهوله. طب ما ده لا يجوز شرعا. هذا لا يجوز شرعا. طالما ربنا وسع عليه وفتح عليه، ما يسيب الشقه ديت لواحد صغير بقى محتاجها. لا. بره يأجر السكن اللي بره ويقعد فين؟ في السكن ده. طبعا ده كله بسبب ايه؟ ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ده ملخص هذه المساله، والله تعالى اعلى واعلم. على ايه؟ طب ما فيش مشكله، ما هو لابد يرفعوا الايجار، هيترافع الايجار. طيب ولو مات المستاجر السكن ده يروح لمين؟ هيتورثوه ولا يروح لصاحب العين؟ دي المشكله. ما هو يقعد في السكن لغايه لما يموت، ما فيش مشكله. واخد بالك ازاي؟ وده بيسموها العمره، يفضل طول عمره في السكن ماشي. طب بعد ما يموت السكن ده يروح لمين؟ الواقع دلوقتي ان الاولاد بيتوارثوه، وده لا يجوز شرعا. القانون يا شيخ حصل حسن على 15 خلاص بالنسبه للموضوع ده، اللي بيتوارثوا لغايه الولد دلوقتي ابنه خلاص يستلمها صاحب العيب عليه. يعني الابن بيرثها؟ بس لكن الابن ما يتوارثش. طيب القانون المصري يعني. طب قل يا الله انا هقعد فيها، راجل ربنا يطول في عمره، قعد 80 سنة، عاش 80 سنة، ايه المشكلة؟ حسن مبارك عنده 78 سنة، يعني انت حسن انتوا مستعجبين، الراجل هيقعد في العين يقعد 80 سنة، وبعدين بعد كده ابنه الصغير كان عنده 30 سنة، أبوه مات وعنده 30 سنة، واللي أنا جايبه آخر العنقود بقى بعد إيه؟ بعد كبر. الواد قعد برضك 80 سنة. واخد بالك ازاي؟ ما ده الواد الاول ومات. لغايه لما تنتقل لاصحاب العين بتوع العمار. ما هو قانون اعوج، قانون غير شرعي. الدوله لو سابت الناس لبعض صدقني الناس هيحلوا مشاكلهم مع بعض. لكن كل ما بنتدخل لحل المشاكل احنا بنقنن المشاكل. وبنخلي المشاكل لها ايه؟ لها منهج. يعني الدولة بتعمل منهجية المشاكل. يعني بدل ما يكون المناهج بتتحل بسهولة قاعدة عرب ونحلها ونخلص الموضوع، واخد بالك ازاي؟ لا. فيها قانون وبند أول وبند ثاني والمحامين وبما أن ولكن إذا يحصل كذا والنقد والاستئناف والبتاع، وده خش في الايه؟ في الموال. ولو تركوا الناس مع بعضهم هيحلوا مشاكلهم. والله العظيم.